كمان رئيس الوزراء النهارده عمل اجتماع لمتابعه الموقف المتعلق بالمشروعات اللي بيتم تنفيذها دلوقتي لاعاده احياء القاهره التاريخيه. الكلام ده كان بحضور سياده اللواء خالد عبد العال محافظ القاهره، وباشمهندس خالد صديق رئيس مجلس اداره صندوق التنميه الحضريه. موجود معانا على التليفون باشمهندس خالد. مساء الخير يا فندم، برحب بحضرتك. باشمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، مش عارفة التليفون جاهز ولا لأ، لكن طبعا إذا كنا بنتكلم على المناطق الجديدة والمشروعات الجديدة ومجتمعات عمرانية ومدن جديدة، فالحقيقة إنه بالتوازي أنت بتشتغل والدولة بتشتغل مع الجديد ومع المستقبل، لكن كمان إنك تاريخك تراثك الحاجات اللي بنفخر بيها دايما، إنك يعني تشيل التراب تنفض التراب عن وجه مصر الحضاري، عن المناطق التاريخية والمناطق الأثرية، وتعيد تقديم الدولة المصرية مرة تانية بتاريخها للعالم كله. فده شغل بيتم بالتوازي مع عاصمة إدارية جديدة، مع مدن جديدة، مع التطوير ومع عملية التنمية العمرانية الشاملة اللي بتشهدها الدولة المصرية في الوقت الحالي. طيب معانا على تليفون باشمهندس خالد صديق، برحب بحضرتك معانا يا باشمهندس خالد. مساء الخير. مساء النور يا فندم. باشمهندس خالد، يعني حطينا في الصوره، قول لنا ايه اللي دار النهارده في الاجتماع بخصوص القاهره التاريخيه وعمليات طبعا التطوير اللي بتتم فيها. احنا النهارده كنا بنعرض على دوله الرئيس الموقف التخطيطي والتنفيذي للمشروعات في القاهره التاريخيه. شغالين في 5 مناطق دلوقتي في القاهره التاريخيه: منطقه الحاكم، درب اللبانه، باب زويله وجنوب باب زويله، حاره الروم، منطقه الحسين. دي المناطق اللي احنا شغالين فيها في الحسين، يعني بحوالي 100 فدان جوه القاهره التاريخيه كلها. ودي مرحله اولانيه طبعا، لان احنا عارفين كل احنا ما نقدرش نشتغل في القاهره التاريخيه كلها مره واحده، لان ممكن نشل بيها الحركه داخل المدينه. لان الموضوع طبعا احنا قلب البلد برضو يا فندم، وفي نفس الوقت ان احنا بنشتغل عشان نحافظ على النسيج العمراني والمجتمع والبيئي. هنحافظ على نفس الحواري، نفس الازقه، نفس الاشكال، نفس العمارات، نفس البيوت، الازقه والخرابات والبيوت المتهدمه هنشيلها ونعمل غيرها برضه. هنحافظ على النسيج، مش هنغيره تماما، احنا هنجدد كل حاجه. اي بيوت مسجله اثر يحصل لها ترميم، اي بيت او مبنى مش مسجل ولكنه تاريخي برضه هيترمم. هنرجع تاني يعني زي ما كانت من قرون، هترجع تاني باجمل ما يكون ان شاء الله. ده مرصود لها وقت قد ايه يا فندم؟ حضرتك بتقول دي مرحله اولى واحنا شغالين في 5 مناطق، بقى لنا قد ايه شغالين وهنخلص امتى المرحله دي؟ المرحله الاولانيه دي مرصود لها سنه ونص. لكن طبعا مش هنستنى سنه ونص عشان نخش في المراحل الثانيه. تمام. لا، هيبقى في اوفرلاب ما بينهم. بحيث ان احنا شغل الواجهات اللي بيقعد عليه سقالات اللي هي ممكن تدي شهر، حتى لما بنيجي نشتغل دارسين قوي الموضوع، ان انا ما اشتغلش مثلا اعمل واجهات البيوت الناحيه دي والناحيه دي، بختار ناحيه واحده علشان اقدر اسيب المرور يتحرك والناس تتحرك فيها، بحيث ما نشلش المنطقه كمان. تمام. طيب النهارده برضو فهمنا، ويمكن دي حاجه الدوله شغاله عليها، ان وانا بشتغل وبطور ما يحصلش فيه مخالفات وما يحصلش فيه يعني هدم لكل الشغل، سواء بنتكلم على جهد او اموال بتدفع. فقصه بقى تكرار المخالفات، ازاي تم التعامل مع الامر النهارده؟ احنا طبعا احنا يعني لما بنعمل شيء طبعا الناس عارفه حاجه، في بيوت جديده هي طراز مودرن ما يتوائمش الطراز العمراني الاسلامي، بنعمل واجهتها بنحولها لواجهات اسلاميه. في بيوت قديمه وهي طرازها اسلامي فعلا، بنجددها نرفع كفائتها. كل ده طبعا احنا برضه كنا بنتكلم النهارده نقطه مهمه جدا جدا، ازاي هنشكل كيان يدير القاهرة التاريخية كلها، بحيث يديرها كأنها زي المجتمعات العمرانية الجديدة عندها جهاز بيدير المدينة، هيبقى دي ليها جهاز بيدير القاهرة. مش محافظة، كل صورها يعني جهاز مستقل للمكان. مفهوم. جهاز مستقل فعلا. عشان نحافظ على المكتسبات اللي هنوصل لها، لان مش ممكن نسيب المكتسبات دي، لانها لو ما فيش متابعة وما فيش جهة بتدير المكان والصيانة وكل الحاجات دي وإدارة يعني حاكمة لهذا المكان، لا يبقى كل اللي بنعمله ده هيضيع تاني. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، شكرا جزيلا يا فندم.